أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر صوت لبنان مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن ملفين مهمين بالحياة، في أهم من ملف التأمين وفي أهم من ملف العدسات اللاصقة والنظارات المزورة اللي عم تستبيح الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وإذا النقابات حركت وبدها توقف يعني عن العمل أحد المحلات بتتعرض للاعتداء. ملفين رح نحكي عنه اليوم. خلينا نبتدي مع ملف التأمين. بصرنا نرحب برئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ست نوال، يعطيك العافية. يعطيك أنت ألف عافية. طيب اليوم أستاذ أسعد ميرزا، كيف أنتوا بتقبضوا من الناس دولار وتدفعوا باللبناني؟ مين هاللي قال هيك؟ لا عادي عناوين يعني بالسوشيال ميديا. أبدا أبدا، لا لا لا. شو القصة خبرنا؟ هيدي خبري جديدة، هاي ماني سامعها أنا. أنا مش سامع إنه أنتوا بتدفعوا شو؟ أو عم بتحاولوا تدفعوا رسم المراقبة اللي لا 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 اليوم لا. لجمعية المراقبة على شركات الضمان باللبناني؟ نو أبدا، نحن في قرار من وزير الاقتصاد انه اللي بنقبضه باللبناني بندفعه باللبناني، اللي بنقبضه باللولار بندفعه باللولار. هن عندهم حسابات بوزارة المالية وقتها الوزير منصور حبيش منصور مش حبيش منصور طيش بطيش عمل هالقرار وحطوه شيله من لجنة الرقابة، والفريش بندفعه بلجنة الرقابة. لا فتحوا حساب ببنك بيروت ندفع لهم اياه فريش. هلا في بعض الشركات رفضوا ما رجعوا، هلا دفعوا كل شيء. ما هيدا في يعني اذا في بعض الشركات بيقولوا ليش بدنا ندفع فريش؟ لا ما انتم ما هني عم ياخذوا فريش. ما نحن طلعت انا بجمعيه العموميه وبلغت الشركات انه ما تلعبوا هاللعبه، اليوم تقبض فريش لك تدفع فريش. هلا مشي حالها؟ مش حاله، ما في عم بتدفعوا. هل انتم كشركات تامين بتمولوا رواتب موظفي لجنه الرقابه على المصاري؟ مزبوط. كيف يعني باي قانون؟ يعني اللي بده راقب بده يقبض من شركات التامين مثلا؟ هيدا خلل كتير كبير. بس هيدا القانون موجود من زمان وضلوا مكمل لهلا، ونحن لانه هن ما معهم مصاري من قبل، ما كانوا معهم مصاري، وهلا اكيد اكثر لانه ما في كان معاشاتهم باللبناني يعني. كان عم بيقول لي شخص بلجنة الرقابة أكبر معاش، والوزير كان عم بيقول أكبر معاش عنده 20 مليون ليرة اللي هو ما بيعمل شيء، ما زال عم نقبض فريش، لازم ندفع لهم فريش. قلت له معك حق ولازم ندفع فريش. وأنا كنت أول واحد وقلتها بالإعلان، لازم ندفع فريش بكل شيء بنقبض فريش. نعم اليوم بس بحق لوزير الاقتصاد. بس منين أنت معك خبر هالقصص؟ لأنه نحن ما بيصير شغلتك هيدي شغلتي. ولكم ما في مثلي، بس ما في غير شخص واحد اعترض. نعم. من يعني 48 شركة وشركة. إذا مشي حاله هالشخص الواحد يعني بينطبق على الكل، بصير الكل بده يعمل مثله. أبدا كلهم وافقوا بالجميع. بالقانون، خلينا نحكي بالقانون، بحق له لوزير الاقتصاد واللجنة الموجودة اليوم دولرة الرسوم وحتى التدخل بآلية وعمل سداد الرسوم. اليوم وزير الاقتصاد ماسك اللجنة. مش معينين حدا على رئيس اللجنة. هو رئيس اللجنة. ايه هو رئيس اللجنة. طب بحق له بالقانون عم بحق له يكون رئيس اللجنة؟ لا بحق له يدولر. ليه ما بتسألي له؟ انا ما في جواب. لا عم بالقانون، ولو ما بتعرف الشردي والوردة. ما هو لانه هو صراحة نحن تواصلنا مع وزير الاقتصاد ومع سكرتيرته، ما في جواب يعني هيك بيقولوا. ما في جواب يعني ما بيردوا انه بدهم يطلعوا وما بدهم. نحن بنحب التوضيح لانه التامين هيدا بدق بالناس وبصحه الناس وبحياتك. بدك تعملي واسطه معه؟ ايه بعمل لك واسطه معه. ولا يهمك، لان احنا عم نتعاون معه بصراحه، نحن متعاونين كتير معه للوزير الاقتصاد. نعم بس مش خلل كمان انه اليوم انتم تمولوا اللجنه كشركه تامين؟ يعني هيدا خلل بالقانون. شوفي ما هيدا يعني اللي بده يراقب اذا شركات ما في ياخذ مني يعني كيف انا منك. كيف بده يراقبني؟ كيف بده يراقبني هو بيقبض منا؟ ايه يعني كاني عم برتله. نعم مزبوط. بس هيدا القانون موجود من 30 سنه. احنا عم نضوي اليوم على القانون لانه لا يجوز هالشيء. بس هلا ما فيك تغيري قانون، ما في رئيس طبعا جمهورية. يعني هلا ما في مش بنساعتها يعني. نعم
اليوم في مين عم بيقول إنه القرار قانوني لنعطي الرأي للرأي الآخر واستحصل على موافقة مجلس شورى الدولة، هي علامة استفهام. طيب اليوم بدي أحكي عن موضوع كتير مهم، ليش بعض شركات تأمين بغالبيتها عم بيقولوا عم تحجز على مدخرات المؤمنين من البرامج الاجتماعية اللي تكاثرت بالسنوات الأخيرة. شو البرامج الاجتماعية؟ يعني أنتوا عندكم برامج اجتماعية مثلا تأمين على الحياة، تأمين على مش المدارس، تأمين لا لا يعني لا. اليوم هيدا في موضوع، فسر لنا شو القصة. رح أقول لك شغلة، اليوم أول شيء طلع قرار الوزير من شي شهر ونص ممنوع ندفع بقى بوليس الحياة لحتى يلاقي حل، وقف الدفع ليلاقي حل لاثنين، لشركة التأمين وللمؤمن، حل يعني بتناسب الكل. هيديها اليوم صار في دفع، يعني اليوم مصريات شركات تأمين وين موجودة؟ بالبنوك، صح؟ صح. شو الحل إذا بدنا ندفع فريش؟ إذا الشركات بدها تدفع كله فريش لهالزبون، منين بتجيب المصاري؟ فرجونا على المصاري اللي بالبنوك، نحن بدنا إياهم. طيب هلأ الوزير شو عمل؟ الوزير وقف ليش لقي حل منصف لاثنين، للمؤمن ولا ولا شركة تأمين. نعم. اليوم شركات تأمين ما لها حق تدفع للمؤمن قيمة البوليسة تبعيته. بس الوزير عم بيقول انه تلقت شكاوى اللجنه بوزاره الاقتصاد تشير الى وجود اشحاف باليه الدفع اللي بتعتمدها الشركات على بوالص الحياه في كتير من الاستنسابيه. مزبوط. نعم. وتبين انه اللي عندهم بوالص تامين عم بيتقاضوا اموالهم باللولار. مزبوط، عم بيتقاضوا شقفه من باللولار وشقفه بالفريش. هلا من شركه لشركه بتفرق، في منهم عم يدفعوا 20% فريش، في منهم عم يدفعوا 40%، في منهم عم يدفعوا 50%. اليوم الوزير وقفة ليلاقي حل منصف للشركة وللمؤمن. أنت كيف بتشوف الحل؟ لأنه الوزير عم بيقول الحلول منها سهلة، يعني أول شيء الأموال محجوزين بالمصارف. صح. والحل منه سهل. صح. يعني بس اليوم اللي مأمن على الحياة وهو بحاجة برأيك، يعني شو الآلية اللي لازم تكون؟ يعني أنتوا ما عندكم آلية كشركات تأمين؟ يعني اليوم إذا أنا مصرياتي بالبنك شو الحل؟ شو بعمل أنا؟ منين بجيب مصاري؟ انا مصيرتي بالبنك. مزبوط، هو دفع لي قبل 2019 دفع لي مصاري، هو بيقول كانت فريش. مزبوط، بس انا نحطه بالبنك. طب شو الحل؟ منين بجيب مصاري؟ منفلس ما حق علي وما حق عليه. بس هلا وين عم تحطوا اموالكم انتو؟ هلا تحت المخده فينا بالخزنه بيقتلونا. هي مشكلة. ايه في مشكلة، بس هلا عم ندفع كله فريش، نحن كل شيء عم نقبضه اليوم عم ندفع فريش. نعم، بس اليوم انتو ما عندكم حلول كشركات تأمين؟ جد عم بحكي لهالموضوع، يعني ما في، لا الحلول انه لا رح المصارف مش بسهولة لإعادة الهيكلة، يعني الناس شأنكم شأن كل الناس، شل المذيعين. مزبوط. ايه بس في كمان اشحاف بحق اللي مأمنين على الحياة. أنا نحن في نحن ما بننكر كبيرة، نحن ما بننكر، بس كمان في اشحاف بشركات تأمين بحق شركات تأمين، لانه هي مصرياتها مسكرة موجودة بالبنك ما فيها تعمل شيء. انت اليوم بتعرفي 10% اذا بدك تصرفي على الشيك، طب منين نجيب مصاري؟ نحن بدنا ندفع له، ما عندنا مشكل. بعدين نحن دافعين لمعيد التأمين قبل كل مصرياتنا. نعم. طيب اليوم بموضوع في سيارات كتير مأمنة على الطرقات وعم بيصير في حوادث، اللي بيأمن طبعا صرتوا انتو كلكم عم تقبضوا دولار، بس في تبعيت كمان التأمين الإلزامي، في عندكم مشاكل معهم؟ لا ما لا صار بالدولار كمان هلا من جديد. ده صار له مشي شهرين، مشي شهر صار بالدولار. لا مشي شهرين يمكن. ايه مشي شهرين. 32 دولار 35 دولار اذا نعم. ماني غلطان. من 3 شهور، لان انا ماني رئيس. نعم. في رئيس مؤسسه ضمان الزامي اللي هو استاذ عبدو خوري، يعني هو مسؤول عنا، بس اكيد نحن كجمعيه شركات تامين نحن بنتدخل فيها، وهي 35 دولار والتغطيه صارت بالدولار، لانه كانت التغطيه باللبناني واللبناني ما بقى يعمل شيء. يعني اليوم فوتت المستشفى ما بتغطي، ما بتطلع حق البوليسة، يعني ما بيطلع تغطية البوليسة. نعم. إيه؟ صحيح. في أكثر من ملف اليوم قدام القضاء للبت بمسألة دولرة التعويضات على الحياة، في عندكم دعاوى بحقكم؟
كيف عم تتعاطوا معه؟ ما في يقلك لا، أكيد في، بس ما بعرف إذا لح يلتقى حل إلا بالقضاء. بعتقد الوزير لح يلقي له الحل. نعم، أنتوا ماشي حالكم مع الوزير؟ يعني ما فيش مشاكل؟ لا الحمد لله. نعم لهلأ الحمد لله في تعاون مع الوزير، ما في بحس. على كل حال بدي أذكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين بأرقام تليفونات صوت لبنان 01-325-555 الخلوي 76-111-003-005 والواتساب كول 76-611-001. في تلكم من بعض شركات التأمين على دفع للمستشفيات، عم تجينا شكاوى. يعني ليش؟ كيف الحل اللي عندكم؟ ليش عم تتملص من بعض الأمور؟ وإنتوا بتجتمعوا دورياً بتملص من الدفع، بتصير هيدي مغطية وهيدي ما مغطية وهيدي ما مغطية، مع أنه الكونترا عم تكون واضحة. حلي شالي اليوم الفاتورة وقت تجي عم تروح على الـTPA اللي هن بيدرسوا الملف قبل ما يجي لعنا. بيجي لعنا نحن الملف ندفعه، عنا 90 يوم حسب الاتفاق مع كل مستشفى. يا 45 يا 60 يا 90 يوم. بعد التسعين يوم بعد ما تجي الفاتورة قلنا حق ندفع. هلأ يمكن بيصير في شوية تأخير من بعض الشركات بجوز، بس ما في كل الدفع عم بيكون موجود. نعم. نحن متفقين في قرار انه يندفع لكل المستشفيات مثل ما بتجي الفاتورة بعد دراستها. اكيد نعم. اليوم في فواتير عم تجي اكيد ملغومة. انا عم بقلك ملغومة من مين؟ من المستشفيات. ايه بيدرسوا. كيف بتحلوها معهم؟ ما في، ما هي دول الشركات في في عنا تعريف نحن بيطبق على كل فاتوره شو هي، شو العمليه، شو نوعها، وشو اي درجه هو، وبين بيتحاسب عليه. نعم عم بتصور لي معلي استاذ اسعد كان الدنيا بألف خير وما في مشاكل، مع انه المشاكل كتير كبيره عم تكون مع شركات التامين وعم بينقال عم تتملص. عم نحكي الامور مثل ما هي، بنعرفك شفاف وبتحكي الامور مثل ما هي. في عم تتملص من بعض الامور، بتقول هي بدفعها وهي ما بدفعها، وفي ناس عم تهرب الى صناديق التعاضد. شو القصه؟ لحلك ليه؟ لانه اول شيء صناديق التعاضد ارخص. أنا لأنه ما بتدفع ضرائب، ما بتدفع ضرائب وما عندها ولا بتاخد احتياطات ولا شيء ولا شيء، ولا بتقدم يعني ما بعرف ميزانيتك كيف بتقدمها. اليوم تابع على وزارة الزراعة اللي هو تعاونيات، يعني ولا بتدفع ضريبة الوزارة الاقتصاد ولا بتعمل شيء. طب اليوم أكيد لح يكونوا أرخص. بعدين نحن كشركات اليوم ما في غير هالقطاع ماشي، صح ولا لا؟ وانت نعم. بتعرفي نعم. وما قصرنا مع حدا. يمكن أكيد صار في شوية مشاكل مثل كل القطاعات، بس ما مشاكلنا منا كبيرة. يعني لو ما نحن واقفين على جرينا بعد ما، إذا ما في تأمين ما في اقتصاد. كثير من شركات التأمين سكرت مش هيك؟ مين يعني عم ينقال في عدد من شركات التأمين وحدة. طيب وحدة سكرت ما ليش إنه كانوا 50 صاروا 48 أو 49 شركة، وين المشكلة؟ يعني اليوم بعدنا نحن واقفين على جرينا، هيدا القطاع الوحيد بعده واقف. اليوم اذا ما في تامين ما في اقتصاد. لا انتم كنتوا السباقين كمان إيه؟ دولره اسعار اكيد، بس اليوم عندك موعدين دولره الاسعار. نعم. مجبورين نعمل. لا نحن مجبورين الناس تروح لعندكم سوبر ماركت قبلنا او لك سوبر ماركت قبل. يعني وزير الاقتصاد ما في اشطر منه بالدولره. اي بس ما هو حق اوقات ما هو حق. ايه بس بالقانون العملة الوطنية مزبوط. يعني عم نحكي قوانين كلهم عم بينطفوا قوانين. بس في كتار موظفين القطاع العام عم بيقبضوا باللبناني، في كتار يعني من الموظفين بيقبضوا باللبناني. الحل على مستوى الدولة، مش الحل عندي ولا عندك. لو في قرار بالدولة انه تنحل الامور كانت الدنيا بألف خير. بس نحن عم نحكي عن المشاكل اللي بيتعرضوا لها المواطنين وكيف عم تنحل. يعني هي القصة. نحن مع المواطنين، ما في خربطة، عم ندفع كل شيء مزبوط. اليوم بيصير فيه يا أخي بيصير فيه أوقات مشكلة مع شركة أو مع بحادث أو بشغلة. نحن أنا حاعطيك مثلا، من أسبوع تركب علينا حادث. أنا كنت مسافر، عجوا عم بخبروني بشركتك عم نحكي ولا بشكل عام؟ لا بشركتي أنا. نعم. عم نحكيك بصراحة. نعم. $9,000 الحادث. الزلمة انضرب بسيارة، قال إنه وقع عن السقالة، هو ضربته سيارة. بعد ما بعتنا حدا وتحقيق كشفت الشغلة، التغى الحادث. شو بتعملي؟ ما كمان المؤمن ما بيقصر أوقات معنا، مش نحنا ما نتحق. يعني في وقع أوقات بيمروا علينا هولي، إذا ما بتعملي تحقيق بيمروا عليكي.
وتدفعي انت الحادث وما انه مغطى ومبسوط المؤمن. ما هو هون المشي هيك. هلا كثرة المراقبة من بعد ما صرنا بهالوضع، يعني قبل كانت أسهل. في غض نظر هلا لأنه هلا. كانت في أمور سهلة في هلا بتولد نقار. مزبوط ما هيك؟ مزبوط نعم مزبوط، بس ما في نقار هلا. هلا ما في نقار، هلا بعدنا يعني. عم نمضي بزمن النقار والقلة، بعدنا عم نمضي على هيك خط صغير بشركات تأمين مش عم نقدر نقراه هون. ما فينا نعمل 30 صفحة ما بعود بتعرف شو مشكلته اللبناني. واحد معيد تأمين قال لي، معيد تأمين مهم، قال لي مشكلته أنتو بلبنان ما بيقرا. ما بيقرا اللبناني ما بيقرا. ما بيقرا ما بيقرا اللبناني خي، هاي مشكلته ما بيقرا. بس مشكلة البروكر انه هو يوضح، هاي اذا في بروكر شغلته ايه شغلته انه يوضح له وما يبيعه يعني. بس مش يبيعه. كل الناس بتعرف هيك واعية لهالامور كيف صح. مش ان هيك لازم يشتغلوا مع بروكرية مسجلين بوزارة الاقتصاد. بس مش كلهم عم يشتغلوا مع بروكرية مسجلين بوزارة الاقتصاد. أزبط. وهيدا بيت القصيد اللي عم نحكي عنه، مش ان هيك عم بيصير في مشاكل صح. نعم بس ما فينا نحن نلحقه. طب اليوم شو المطلوب من الشركات اذا يعني شركة عم تتعامل مع بروكر مش مسجل وصار في حادث يعني ألا ما بتنطال الشركة هون؟ لا ما بتنطال الشركة إذا صار في حادث وندفع الحاسب. لا 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 إذا صار في مشكل. هلا إذا ما في مشكل لا، إذا ما في مشكل كله بيمرق، إذا في مشكل مزبوط. ما بتمرق مزبوط. اليوم شركات تأمين مجبورة تشتغل أوقات مع بروكر مش 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 مرخص. ليش مجبورة؟ بس ليش مجبورة؟ مجبورة هذه بدها تزيد يعني شغلة. يعني بدها تزيد شغلة. بيكون بيقبض. لا 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 هو بده يزيد، بدها تزيد شغلة الشركة. نحنا مثلا ما بنشتغل مع شركات مش مرخصين مع بروكرية مش مرخصين. اليوم بدك ما فيك تقول كل الشركات مثل بعضها ست نوعات. أكيد بس حضرتك عم تحكي باسم الشركات. إيه أنا بحكي باسم الشركات. ونحن لما بنحكي معك بنكون عم نحكي عن كل الشركات. إنه أنا بحكي بشفافية. نعم. وعم بقول لك في شركات بحبوا يشتغلوا مع بروكرية مش مرخصين، بس ما فينا نحن يعني بالقانون ما فينا نلزمهم. ليش عملوا الترخيص ما دام يعني بحق لهم؟ هيدا هو بالقانون مزبوط. ليش انه انطلب هلا عم يلحقهم الوزير تبعي. هلا عم بيطلب من الشركات مع مين بتشتغلوا بعثوا لي الليستة تبع البروكرز تبعوا لكم. عم يلحقهم هلا عم يلحقهم. لجينا هلا تبليغ من جمعة بده ليستة بكل البروكرية واساميهم وإذا فيهم ترخيص وإذا فيهم ترخيص. طيب شو بحق له يعني عشو بده يكون حاصل البروكر ليشتغل؟ يعني لما بده ياخذ ترخيص بده يكون يعني عنده ميزات معينه. بده يكون اول شيء عنده خبره بالتامين مش دكان جاي يكون مزبوط. اكيد ايه؟ يعني اليوم بالزمان كان في بالنافعه حد النافعه كل هالتكاكين بيطبعوا ارقام سيارات كانوا بالقانون ما مسجلينهم بالنافعه وبالقانون مسجلينهم. لا ما مسجلين انه هن بروكر. نعم. ما مسجلين انه هن بروكر في منهم بلا يعني في سجلهم ايه بس مش كلهم. ايام الوزير الداخليه السابق انه هذا المشروع سجلهم يعني اعطاهم حق انه هن يعملوا سمسرة مش هيك؟ سمسرة بالتأمين؟ لا عم نحكي مش بالتأمين عم نحكي بالنافعة. بالنافعة ايه ايه بس بالتأمين بده يكون عنده رخصة. نعم كانوا يبيعوا البوليس الإلزامي هونيك. طب كيف ليه؟ يعني اليوم ما كان في رقابة من وزارة الاقتصاد. اليوم الرقابة عم تكون أشد من قبل. ما نضحك على بعضنا ليك الوزير منه هين عم بيشتغل مع شركات تأمين بفعلا يعني نحن عم نقول له خفف علينا. نحن عم نقول له خفف علينا. نعم بتصدق ايه عم نقول له خفف علينا. في ضغوطات كتير علينا من الوزارة بس اليوم ما فينا نكمل يعني ضل نعمل ضغط كتير قوي على شركات التأمين. الوحيد بعده ماشي القطاع يعني ما بقى في حدا. نعم بس اليوم عم بيعمل جرد الوزير مش هيك على شركات التأمين. أكيد. صار واصل لخمسين بالمية من القطاع. هلأ بأول أيار عم نحكي ما بنعرف هلأ مين عم بتجيب المعلومات ستنا. ايه وشملت كبار شركات التأمين مزبوط. ورح يستكملها لتشمل شركات أخرى خلال ثلاث أسابيع. رح نشهد حلحلة بالملف هيدا خلال ثلاث أسابيع عم نحكي نحن من أول أيار. اليوم صرنا اليوم بس صرنا ده بس تدرسي 48 شركة مش هيني مش هيني. اليوم عم بيطلع قوانين قرارات صارمه لحتى يقدر يشوف شو في مخالفات وحقه ما عم يطلع شيء. طلعتوا على هالمخالفات؟ شو هن؟ طلعتوا على احنا ما لنا صفه. نعم. كجمعيه ما لنا صفه بس انتم عم تتعاونوا مع بعضكم. ايه بنتعاون بس ما فينا نعرف اي شركه في عندها مخالفه ولا لا. ما بيخبرنا بس الوزير بس ما انت الوزا ما بيخبرك؟ لا ما بيخبرك. عندك عتب عليه لانه ما بيحكي؟ لا ما عندي عتب عليه ابدا. حقه ما يحكي. اليوم
ما بيصير يطلع شيء عن شركة تأمين وتحرقي لصيتة. ما في يحكي هو لا لا يخلص الملف. خلص الملف بيجي قرار منه بيطلع بالإعلان انه انا وقفت رخصة هذه الشركة او وقفت رخصة هذه الشركة، بس انا ما في اعرف. نعم. فاذا نحن عم نحكي عن واقع قطاع التأمين اليوم كله ماشي، شركة واحدة فقط يعني تعثرت. عم نحكي عن لا بعد في شيء بدي لك شو معيدين تأمين عم بيهربوا من البلد. ما هيدا اللي بدي اقوله. يعني عم بيهربوا من البلد من وراء حجز الاموال ام من وراء شو؟ حجز الاموال بدهم مصرياتهم وبيخافوا انه بكره يصير شيء بالبلد ما يعود. بس هيدا له ارتداداته السلبيه على شركات التامين. يعني هيدا البيت القصيد بتسكره. طيب شو عم تعملوا؟ شو حكيتوا مع الوزير بهالملف؟ شو في يعمل الوزير اذا البلد هيك؟ شو في يعمل؟ انه شو في يعمل اليوم معيد التامين بيطلع وحك تفكري معيد التأمين لو عايش برا بيعرف أكتر مني ومنك شو في بلبنان وبيعرف كيف القطاع ماشي. اليوم بيضل خايف ما يقبض مصرياته. وهذا الزلام بده يربح، هذا شركة مالية بده يربح. إذا ما ما بعتي له مصاري منين بده كيف بده يشتغل؟ ليش بده يشتغل معك؟ اليوم عنا واقع إن شاء الله في مشكلة. إيه اليوم في واقع إنه إذا ما في رئيس جمهورية وما تحسن الوضع الله يسترنا من هون لآخر السنة. اليوم نحن 90% من الشركات بيجددوا عقود إعادة تأمين آخر السنة لنشوف شو بيصير. سنة الماضية 3 راحوا، لنشوف هلأ آخر السنة شو بيصير. على كل حال هيدا موضوع طبعا على مستوى الوطن. بس أنا بس بدي أعرف كيف عم تجيبي معلومات تبع الوزارة؟ قلتي لي ما بيردوا عليك. شاطرة ما في مثلك. يعطيكم ألف عافية. بس حبينا نستفيد، بس بدنا نقول لهم للمأمنين على الحياة إنه الوزير هو أخذ قرار بوقف الدفع لحتى يلاقي حلحلة لهالموضوع، وما بنعرف إذا الحلحلة جاية، لأنه الحلحلة هي بتكون على مستوى لا بعتقد على مستوى الكل. شو بأي كيف جاية؟ لو حتكون يعني لا 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 للمؤمن ولا ما اليوم وقف الدفع، يعني المؤمن رح يستفيد وقت تفرج المصارف عن المصاري. ايه بس بده يعمل آلية الوزير اكيد كيف يندفع، قديش فريش قديش شيك، لحتى الاثنين يكونوا يعني منصف للاثنين للشركة. نعم. وللمؤمن. هو قال انه الحلحلة يعني قريبة. إيه؟ ان شاء الله ان شاء الله. نعم. انا بدي اشكرك رئيس جمعية شركات الضمان اسعد ميرزا، اهلا وسهلا فيك عبر صوت يعطيك الف عافية. شكرا وان شاء الله بضلك منوره. شكرا اصدقائي المشاهدين والمستمعين، رح نتابع نحن وياكم بعد هالفاصل لنحكي عن موضوع العدسات اللاصقه المزوره والنظارات اللي عم تنباع غير مستوفيه الشروط على مد عينك والنظر بلبنان، ولا من يراقب ولا من يحاسب. يعني حتى وزاره الصحه عم بتنق كمان. رح تكون ضيفتنا اليوم نقيبه المهن البصريه ورئيسه الاتحاد العربي للمهن البصريه نسرين الاشقر. رح ينضم لنا رئيس قسم المهن الطبية بوزارة الصحة العامة الدكتور أنطوان رومانوس، وطبيب العيون واختصاصي أمراض وجراحة العين البروفيسور وليد حرب. فاصل ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم عبر صوت لبنان نقطة على السطر لنحكي عن ملف مهم، النظارات والعدسات اللاصقة. اليوم في منها مزور، في محلات على غير مرخصة على مد عينك والنظر. رجعت الفوضى إلى هالقطاع. شو عم بيصير؟ شو ارتداداته على عيون الناس؟ في بيوصل إلى العمى، إلى الالتهابات. اليوم مش كل شيء يعني اليوم رخيص ممكن أنه نستفيد منه. رخيص بالعوينات وبالعدسات اللاصقة ممكن يكبتكم تكاليف كتير كبيرة. فبدنا نحكي عن هالقطاع اليوم شو عم بيصير فيه. بدنا نوعي الناس عند مين لازم يروحوا، عند مين لازم يفحصوا عيونهم. أنا بدي رحب بضيفتي اليوم نقيبة المهن البصرية ورئيس الاتحاد العربي للمهن البصرية نسرين الأشقر، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك ست نوال، صباح الخير. العدسات اللاصقة اليوم مضروبة والنظارات المزورة تغزو السوق، فينا نقول هيك هيدا موضوع قديم جديد صحيح.
صحيح. هيك الواقع على الأرض. هيك الواقع على الأرض للأسف. نعم. للأسف. بس كان هالواقع موجود قبل ونوضع نعم. له حد وهلأ رجعت الفوضى من راجع وجديد. صح. شو عم بيصير بالواقع؟ وهل تحركك كمان كان له ارتدادات سلبية عليك؟ تعرضتي للاعتداء؟ خلينا نحكي بالأول عن الواقع وكيف تعرضت نسرين الأشقر للاعتداء، لأنها كانت اليوم عم بتصوب المسار العمل النقابي الصحيح إنه كل مين يعمل شغله. صحيح. وصارت الشغلة المقلو شغلي كمان. صحيح. 100%. نعم. خبرينا على الواقع على الأرض شو عم بيصير. أول شيء للأسف ست نوال اليوم في فلتين بالقطاع الصحي، مش بس بالعيون أو باختصاصنا نحن، للأسف بعدة اختصاصات بمجال المهن الصحية والطبية. الحدود مفتوحة، في تهريب أكيد عن الحدود، وفي تهريب كمان عن طريق المطار وعن طريق البار بالدور تو دور، بيوصل البضائع المزيفة أو المزورة أو غير المطابقة للمواصفات لعند الشخص لا حسيب ولا رقيب. مع أنه كنا وصلنا على مرحلة متقدمة جدا مع وزارة الصحة من فترة لورا أنه هالبرودكتس تقطع على مركز البحوث وبتاخد الأبروفل من وزارة الصحة وبيكون فعلا مطابقة للمواصفات، وبيرجع مثلا على سبيل المثال العدسات اللاصقة، نحن عملنا بالنقابة اللاصق القانوني. نعم، هيدا حكينا من سنوات 100% وحكينا عنه من سنوات وأطلقناه. هيدا اللاصق القانوني قلنا أنه بيتلزق على علب العدسات اللاصقة، وقلنا للمواطنين وطلعنا وعملنا حملات، وصار عنا قانون جديد، صار عنا قانون جديد، وفسرنا للمواطنين أنه لما تشوفوا هاللاصق القانوني على علب العدسات اللاصقة هو بيتلزق مكتوب عليه مرخص من وزارة الصحة. هل هو موجود اليوم بال يعني المحلات المرخصة والمستوفية الشروط؟ صح. هي موجودة؟ صح. نعم. وعملنا هلأ كمان ستيكرز تاني بيتلزق على باب المراكز المرخصة والمستوفية الشروط، لاصق مكتوب عليه مركز مرخص من وزارة الصحة العامة. بس هيدا قديم جديد، ومن نقابة المهن البصرية. هيدا من زمان كان موجود، بس شو هلأ زدنا عليه؟ نعم. هلأ عم نشتغل على مشروع الكيو آر كود، مش بس نقابتنا، كل النقابات الصحية والطبية أنا بدي حييهم. نحن مثل ما عرفت عملنا اتحاد. نعم. يلي هو اتحاد المهن الصحية والطبية بدم 15 أو 16 خلينا نقول نقابة ضمن المهن الصحية والطبية، كلنا سوا عم نعمل كيو آر كود، يعني بيوصل الشخص معه سلولار، بيحط بالسلولار على الكود على باب المركز، بيفتح دغري وبيقول له هيدا المركز إذا مرخص وشو رقم ترخيصه. بس هيدا يعني هالتوعية ما وصلت لكل الناس. هلا نحن بلشناها، أنا عملت مؤتمر بس هي من قبل، نحن حكينا عن اللاصق من قبل من سنوات. لا حكينا عن تنظيم المهني من سنوات. لا، اللاصق عملنا له حملة. نعم. هلا عم نرجع نعمل حملة تانية، لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك ست نوال، كأنه الناس نسيت، كأنه الناس وحتى الشركات كأنه نسيت والمتعدين على المهنة كتروا، أو تناسيت 100% والمتعدين على المهنة كتروا. بس الجديد اليوم هو فكرة اللاصق الجديد يلي رح نزوده بالكيو آر كود، لحتى يقدر الشخص إذا كان رايح عند حكيم أو عند مركز معين أو عند حيلا اختصاصي ضمن المهن الصحية والطبية، بيقدر يشوف إذا هيدا المركز مرخص وإذا هيدا الاختصاصي شرعي أو هو منتحل صفة. نعم. اليوم في الفوضى على امتداد الوطن، مع مين عم تتعاونوا تعرفوا وين هالمحلات اللي غير مستوفية الشروط واللي عم بتبيع؟ عند مين مثلا؟ الصيادلي ممنوع يبيعوا، عم يبيعوا شيء؟ الصيادلي ممنوع يبيعوا، ونحن أنا وجهت رسالة لنقيب الصيادلي ووجهت رسالة على الهواء للصيادلي وقلت لهم فيها ولا نحن تجار ولا الصيادلي تجار، نحن كلنا بالقطاع الصحي مؤتمنين على صحة هالناس. نعم. منشان هيك نحن نلتزم وبطلب من الاختصاصيين بنقابتنا يلتزموا بعدم بيع أي برودكت خاصه بالدواء، وبطلب من الصيادلي بكل محبة كمان يلتزموا هني بدورهم وما يبيعوا أي برودكت خاصه بالعيون. طيب وين عم تنبيع؟ خبرينا. هلأ هي للأسف بعد عم تنبيع بالصيدليات، بمحلات الكوافير الشعر، حتى بمحلات العادة بتلاقي في لانتي عدسات لاصقة. بدي أقول للمواطن بغياب الرقابة يكون أنت الرقيب على صحتك، أنت الرقيب، ما فيك تشتري لانتي. أنا معقول
روح اشتري مثلا انتيبيوتيك من سوبر ماركت، ما فيني، في اختصاصي بده يكون عم بيرفقني بهالخطوات لانه درس منشان يكون بخدمتي. ونفس الشيء الاوبتوماتريست والاوبتيسيان اختصاصي. طيب من وين عم بيحصلوا على هالعدسات اللاصقه؟ ايوه وعلى النظارات. هيدا اللي استفز. طيب من وين؟ أيوة. يعني اليوم قلتي كل اللي بيجي طبعا عبر المرفق وعبر المطار بده يمر على وزاره الصحه. هون الثغرة يلي أنا الصحة. اليوم من وين عم بيحصل؟ طريقة التهريب صح. هيدي نعم. الثغرة يلي أنا دفعت ثمنها. هلأ اليوم تطلع أصوات متضررة بدها تقوس علي، أنا ما عندي مشكلة، ضميري مرتاح، بدي أعمل شغلي، بدون يهددوني بدي أعمل شغلي. مثل ما تفضلتي حضرتك، في تهريب مثل ما قلنا على الحدود، وفي تهريب بالمطار وبالبور، وفي كمان بعض التجار عم بيبيعوا للمراكز الغير شرعية. يعني اليوم لما صدر القانون رقم 121 على 2019، التجار اللي أنتوا بتاخدوا منهم، كمان التجار اللي نحن بناخد منهم، مع كل احترامي للجميع بس ما نلتزم بالقانون. اليوم في المادة 11 بتقول بشكل واضح ممنوع بيع النظارات والعدسات اللاصقة الطبية. لا بالصيدليات ولا بالمستشفيات ولا بأي مركز غير المراكز المخصصة للأوبتيك. نعم. للبصريات. طيب وعمر مواقع التواصل الاجتماعي أسعار العدسات اللاصقة على صفحات مواقع التواصل؟ هون المصيبة الأكبر. 90% عن أسعار العدسات. نحن جربنا نضبط هيدا الشيء وجربنا نوقف المواقع، وفي مواقع قدرنا نوقفها ورجعت فتحت عن جديد، وفي مواقع ما رجعت فتحت، في مواقع أنا اتصلت فيهم شخصيا وفهموا وسكروا. نعم. ليش انت نقيبه اليوم؟ نعم. مين مخول يحط حد لها الظاهره؟ شوفي الاونلاين مشكله لانه فعلا ما بتنضبط، يعني ممكن يكون قاعد برا وعم ببيع. منشن هيك 100%، منشن هيك انا اليوم بدي اعلي نسبه الوعي عند المواطن، بدي اقول له انت الرقيب على صحتك. نعم. وانت الرقيب على عيونك. بتمنى بليز الادويه والبرودكتس تبع اللانتي والمحاليل والعوينات الطبيه هو اشياء، والشمسيه كمان هو اشياء، ما بتنشر اونلاين لانه هو الاشياء بتاثر على عيون المواطن. نعم. هذا اللي انا عم اقوله. طيب طلبتي بانشاء لجنه مؤلفه من النقباء ووزارات الصحه والاعلام والعدل. نعم. والداخليه حتى يلاحقوا المخالفين. نعم. بالقطاعات الصحيه المختلفه، ودعيت الدوله الى تامين حمايه النقباء لانه المنتخبون شرعيون وعم بيطبقوا القانون باسم الشعب. وين رحتي لحتى تعرضتي وين وما تعرضنا يا سيدي؟ وليش انت بدك تنزلي على الطريق وتدخلي على المحلات لتقولي انه انتم ممنوع؟ ممكن ما تكوني عم تدخلي وممكن تكوني عم تدخلي، لانه انا تعرضت بالحالتين. نعم. انا تعرضت بدايه لما كنت عم بنزل على الارض. انت شغلتك تسكر المحلات؟ انا شغلتي اطلع مع طبيب القضاء. نعم. على المحل، وهذا يلي عملته، بطلع مع طبيب القضاء، بفوت على المحل، شغلتي انه اكشف، وشغلتي اني اعمل تقرير، وشغلته طبيب القضاء انه يرفع لوزاره الصحه، وشغلتنا نلحق هذا القانون. بقدر اكون كسلانه واقعد بالبيت هلا بالحالتين، وبترتاحي اكثر هلا وبرتاح اكثر، وبقلل اعداء وبقلل قواص علي، بس للاسف ضميري المهني ما بيسمح لي اعمل هذا الشيء. انا عم بعمل ضميري وبحط هيدا الملف بعهدة القضاء اللبناني، وبحط هيدا الملف بعهدة القوى الأمنية، وبطلب حماية لجميع النقباء، لأنه مش أنا النقيب الوحيد يلي تعرض لهيدا الشيء، في نقباء تانيين تعرضوا يلي طلعوا وحكيوا هني أنا وهو النقيب جو سلوم نقيب الصيادلة، لأنه يلي صار معي ومع النقيب سلوم معيب جدا. واليوم يلي بده يطلع يجاوب على هيدا الموضوع معناتها حاسس حاله معني. أنا اليوم لما أقول أدين الأشخاص يلي هن عم بيهربوا أو يلي هن عم بيفوتوا أصناف غير شرعية أو يلي هن مزورين، فعندك يا دولة لازم تحميك. يعني إحنا اليوم عم ننعي دولة، معناتها معني بالموضوع. في ناس سألوني هل هن زملاء؟ أنا أنزه جميع الزملاء الشرعيين ولا أتهم أي زميل بهيدا الموضوع. فأكيد في أشخاص بدها تبلش تطلع أصوات من هون ومن هون. الصوت يلي بده يطلع يقول مش أنا، بقول له ليمين قالك أنه أنت؟ ليه حاسس حالك معني؟ إذا حاسس حالك معني اطرح السؤال على نفسك. أنا ما قلت لك أنك معني. أنا اليوم قلت المزورين والمهربين، خلي يجاوبوا المزورين والمهربين والغير شرعيين. مش هني بدهم يجاوبوك، الدولة بدها تحط لهم حد. منشن هيك بتمنى ما بقى يجي إجابات من هون ومن هون، لأنه اللي عم بيجاوب معناته حاسس حاله معني، الموضوع ما بيعنيه. وأنا لم أتهم أحد ولا قبل ولا هلأ ولا بالمستقبل. أنا كل شي بقوله أي شخص بده
يخالف القانون بالمادة 11 حتى لو كان شخص عم بيجيب عدسات لاصقة أو نظارات ويبيع على غير مراكز النظارات هو عم بيخالف المادة 11. مين ما كان يكون ممنوع بيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية إلا بمراكز البصريات. طب شو دور البلدية؟ بخالف اليوم الدولة بتقول وزارة الصحة ما عندي أنا مراقبين لحتى يراقبوا مثل ما لازم. شو دور البلديات؟ هذا عم نحكي عن بلدي غير المنحل. بدك الصراحة ست نوال، حضرتك قريتي أنا شو قلت بالمؤتمر الصحفي؟ هلأ قريتي أنا طلبت إنشاء لجنة ليه؟ تما يستفردوا فينا. اليوم نقيب لحاله استفردوا فيه، نقيب الصياد اللي استفردوا فيه عم يحكي لحاله. أنا طلبت بإنشاء لجنة من النقباء لمتابعة المخالفات، مؤلفة من النقباء أو ممثلين نقابات إذا بدك، إذا بترجع تسمح نرجع نقريهم لو سمحتي. نعم. النقباء، وزارات الصحة، الإعلام، العدل، الداخلية. مزبوط. ليش أنا طلبت يكونوا موجودين الوزارات معنا؟ وزارة الإعلام معنية لأنه في توعية، وزارة الداخلية معنية لأنه هي على الأرض يلي هي بدها تحمينا وتحمي الناس، وأنا ما عندي شك أبدا بنزاهتهم وبأنه هن فعلا قلبهم على المواطن. كلنا سوا قلبنا على بعضنا البعض، وكلنا سوا بنفس الباخرة، منغرق كلنا مع بعض، ما حدا يزايد، نحن بعاد عن المزايدات. بيطلع اليوم واحد لأسباب شخصية عنده أي هدف شخصي بده هيدا، بيصير بده يعمل سلوغانات ويزايد على بعضنا البعض. اليوم أنا نقيب عم بعمل شغلي، لما نوقف نقيب بقعد على جنب بسلم للنقيب اللي بيجي بعدي، بتمنى له كل التوفيق وبعطيه كل الدعم مني. عم بعمل شغلي، بتمنى بليز ينحط الإيد معي ضد هالمافيات، لأنه بس دقينا بالمافيات هددونا بكل صراحة، ومش بس هددونا بالكلام. مين هددك؟ مش بس هددونا مين بالكلام. مين المافيات؟ مش شغلتي. دينا منحكي عن شبح. مش شغلتي إني سمي، هي شغلة القضاء اللبناني والقوى الأمنية، وأنا توجهت لإلهم بدعوة قضائية جزائية. لمين؟ لأحزاب؟ ما فيني أعرف، بخلي للقضاء. يمكن أنا أحط بدمتي حدا ويطلع مش هو. طيب ويمكن الحال... ويمكن حدا اللي مش مفكرين فيه يطلع هو. نحن بنشتري عدسات لاصقة، بنشتري عوينات مش مستوفية الشروط لأنه ما معنا مال، بس نحن لازم يعرف المواطن أنه رح تكلفك تداعيات وأموال أكتر لأنه عم بيصير في التهابات. طبعا رح نحكي مع طبيب رح يكون ضيفنا، بس بدي أذكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين اللي عنده أي سؤال بده يسألوا بها الإطار على رقم تليفون 01-325-555 خلوي 76-611-003-005 والواتساب كول 76-611-001. نحن عم نحكي عن التزوير وغير المطابق، عم نحكي عن التهريب، عن الفساد، عن التكاكين. بوقت كان في لجنة هي مكلفة بمتابعة إصدار أذونات مزاولة المهنة ومن مهامها دراسة ملفات الزملاء، دخلك عن اللجان صايرة مقبرة المشاريع والمواضيع. بدي شوف بعد ما إلا لجنتنا هاللجنة مؤلفة إذا نحن عم نحكي عن سنة 2022. نعم صح. نعم يعني إلا لجنتنا رح خبرك خبر كتير حلو، وتشكيل لجنة مكلفة المهدي. طب نقول عم نحكي لكم تكليف لجنه ما نحن فيها عم نقرا بال 2022. صح. شو عملت هاللجنه؟ خليني خبرك. في اسراء اصدار طابع مالي، تشكيل لجنه مكلفه متابعه اصدار اذونات مزاوله المهنه اللي من مهامها دراسه كل الملفات الزملاء حتى يصار الى تصنيف. هي اول مره حزقف، لانه هاي اللجنه الوحيده اللي خلصت شغلها وما بقى شو ملفات الان بوزاره الصحه، وخلصت شغلها اول امبارح او قبل اول امبارح بالليل. دهريات يعني. هيدي لجنة تستحق الزقفة. ليه؟ لأنه أصدرت طابع مالي بوقت البلد مشلول. نعم. وهيدا وسام منحطه على صدر نقابة المهن البصرية. نعم. لأنه اليوم البلد مشلول وقدرنا نطلع طابع مالي وأخذنا كل الملفات العلقانة، وبآخر لجنة مرقوا جمعة الماضي، ويلي ما مرق تحول على لجنة الاستشارات. اللجنة مؤلفة من 4 أشخاص، من دكتور جهاد مكوك، من استاذ انطوان رومانوس، من النقيب. هلا معنا على الخط استاذ انطوان. منيح اللي عم بحكي عنك بالمنيح يا استاذ انطوان. من النقيب السابق استاذ احمد شري، ومني انا شخصيا. نعم. هاللجنه عملت شغله
ايه شو درست ملفات الزملاء وصلصناهم وواضيهم مع الوزير مشكور. واخر وفد كان جمعة الماضي درسناه، منقول للزملاء يلي اذا بعد في حدا ما مرق ملفه وكان مقدمه من زمان ينزل على وزارة الصحة مع رقم الطلب يلي هو مقدمه وبيراجع تحت، اذا بعد في طلبات من قبل بعد ما صدرت ما بدأ لجلسة يعني تطلع من وراها الافادة الرقمية اللي ممكن يحصل عليها كل ملفوا وزارة الصحة. انا هالأسبوع حاستلم إفادتي الرقمية أنا شخصيا وكل الزملاء. لازم هلأ كل مواطن بده يدخل على مركز مش هيك يقول وين الإفادة الرقمية؟ أكيد الإفادة الرقمية صارت كل حدا مطلع إذن مزاولة إنه هو فاحص نظر بيقدر يعطيك إفادة رقمية يلي هي أوردوناس مكتوب عليها درجاتك وبتاخدها، وهيدا حق الأوبتومتريست. وهلأ بده يطلع معنا طبيب عيون مثل ما حضرتك قلت بحيي قبل ما أعرف مين هو، لحتى نتعاون نحن وأطباء العيون بما فيه خير المواطن والمريض واحترام كل واحد حدود اختصاصه. نعم على الخط مباشرة ضيفنا اليوم رئيس قسم المهن الطبية بوزارة الصحة العامة أنطوان رومانوس، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ست نوال لك وللمستمعين وإذاعة صوت لبنان، كمان من حي بحي النقيبة. صباح الخير أستاذ أنطوان، العمل عم نقوم فيه. صباح الخير لك. ايه يعني العمل عم بتقوم فيه انتم مقصرين، بدها تنزل لحتى تشوف مع طبيب القضاء لحتى تشوف يعني المراكز غير المرخصة واللي عم بتبيع اليوم النظارات المزورة والعدسات اللاسك. وينكم بوزارة الصحة؟ لا لا انا بدي اقول ضميري، وزارة الصحة مش مقصرة لا معالي الوزير ولا استاذ انطوان. حرام على استاذ انطوان، اسمح لي سرين سرين، وانا انا المذيعة وانا بسأل. خليني بلش انا بس بالمداخل اللي بدي اقول لك اياها. نحن هيدا القانون حكينا بالماضي معكم بالاذاعه قديش اخذ جهد لنظمه، صحيح سنوات لصار عندنا قانون، وهيدا القانون هو بحد ذاته بيفرز الاشخاص وبحدد لهم مهامهم. ان احنا بدنا ننزل على السوق ونشوف مين عم بيشتغل شغله المضبوط ومين عم بخالف العمل تبعه، هو شيء بدنا نحدد المهام للأشخاص. هيدا القانون حدد المهام وحدد المراكز وحدد طبيعة كل مركز وحدد شو مسموح وشو ممنوع وحدد شو المهام الفعلية لفاحص البصر وشو المهام الفعلية لقطن البصريات. هيدا أخذت معنا شيء كبير، وهيدا القانون طال مش بس الوزارة، طال مع وزارة التربية وطال الإعلام وطال الجهات الأخرى اللي بتعاوننا. هلا العمل اللي عم نقوم فيه بالوزاره نحن بمرحلتين، يعني رح اقول لك انا في ثلاث مراحل هم الاستراتيجيه اللي اشتغلنا عليها نحن والنقابه. الاستراتيجيه الاولى قانون، لانه تطبيق قانون هو واجب علينا كوزاره، واجب على كل شخص في قانون موجود نتابع المراسيم التطبيقيه، يعني بيصدر قانون بيبقى فيه مراسيم تطبيقيه بتعلق تطبيق القانون لفترات سنوات طويله وما حدا بيعرف انه في قانون موجود. نحن لو ما الساعه اللي صار والجهد انه اصدرنا المراسيم التطبيقيه مش بس لرسم الطابع المالي، اصدرنا القرار التنظيمي لتراخيص المهن، اصدرنا الشروط الفنيه للمراكز بدها تقوم بمزاوله هيدي المهام، هيدي المهمه انعملت. بالاضافه لهالشيء بالماضي كنا نظمنا مع مصلحه الصيدلي اجراءات التراخيص لكل المستلزمات بدها تدخل بمهام هيدي المهنه من العدسات، لانه هيدي امور كلها معقمة وبينطبق عليها قانون الصيدلي وبتتراقب تماما من قبل مصلحة الصيدلي، لأنه دخولها وتسجيلها بتم بهيد المصلحة بهيد الدائرة المختصة فيها. فأنا أنا كلجنة فيني أقول نحن كلجنة بعد المتابعة الحثيثة وضعنا الإجراءات للترخيص، درسنا الملفات الموجودة بالوزارة مثل ما قلت النائبة وأصدرنا الإجازات وتم دفع الرسوم المالية حسب الأصول تبع الطابع المالي وأصدرنا الإجازات وبناء على عم ياخذوا الإفادات الرقمية. فإذا نحن اليوم ما كنا نقول إنه المراكز منا مرخصة، مراكز مرخصة. هيدا الشيء بدي أعلن شغلة جديدة اليوم عم نعملها كوزارة، المتابعة المرحلة الثالثة بالموضوع، لأن المرحلة الأولى هي وضع الإجراءات لتطبيق القانون، المرحلة الثانية هي الإجراءات العملية لإصدار الإجازات ونميز هالأشخاص بين بعضهم بالتنسيق التام مع نقابة الأطباء ومع نقابة المهن البصرية. المرحلة الثالثة هي المسح العام اللي بدنا نقوم فيه التعاون مع منظمة الصحة العالمية اللي هو ضمن إطار الجي أي إس. هيدا المرحلة الثالثة بدنا نقوم فيها بشكل مشترك
نحن والنقابة لأنه نحن بلشنا الإجابة وضعنا الاستمارات اللازمة، المراكز الباقية يعني كمختبرات وكمستوصفات وكمراكز أشعة نحن العمل عم نقوم فيه بالوزارة رغم العقبات اللي واجهتنا. ما بتعرف وقت الكورونا السنة اللي أخذت معنا سنتين جرجرة بالشغل والتأخر صحيح والتركيز الخاص على موضوع الكورونا، انتهى الموضوع بالسلامة. نحن انطلق عمل التنظيمي تبعنا مثل ما كان بالماضي، العمل الإشرافي والرقابة والتنظيم الآن فيه بشكل طبيعي. فأنا ما في نقول نحن الوزارة غايبة لانه نحن لا نحن الوزاره معلش استاذ رومانوس، نحن عم نحكي انه في فوضى مستشريه باعتراف النائبه وباعتراف طبعا في فوضى مستشريه في هالقطاع، في حالات عمى عم بتصير، في حالات التهاب للعيون عم بتصير. الواقع التنظيمي اللي عم تحكي عنه هو بعده بالوزاره، نحن بدنا ننتقل نحن وياك على الارض. يعني هو شغلة مهمة، يصير عنا قانون تتنظم الأمور، يصير في طابع مالي، يصير في لاصق، يصير في على باب كل مركز أنه يبين للي بده يشتري أنه هذا مركز مرخص وكل شيء في جودة داخله، بس الواقع غير هيك على الأرض. نحن ليش وصلنا لهون؟ خلينا نحكي ليش نحن وصلنا لهون. خلينا نقول نحن كنقابة، نحن والنقابة، نحن أي ملف نعرض على الوزارة فيه مخالفات هل نحن نمنع عليه أو سكتنا عنه؟ إيه بس ما شفنا مين، ما شفنا حدا بالحبوسة، ما شفنا حدا توقف، ما شفنا فضيحة طلعت عن مراكز تسكرت. ما هيدي عملنا فضيحة جربوا يقتلونا يا ست نواف. يعني بس نحن ما بنخاف من المافياتنا، نحن ما بنخاف كونوا حدنا، بدنا نعلي الصوت. نحن السلطة الرابعة بنوثق فيها، والتجينا للسلطة الرابعة لأنه تعرضنا للتهديدات والتعديات لأنه نزلنا على الأرض. هيدا السؤال، الواقع على الأرض شو هو؟ نحن ليش وصلنا لهون؟ هل يعني البطء بتنظيم المهنة أم عمد التوعية الكافية للمواطنين؟ واليوم بتعرف ما بس يكون في قلة بتصير بدك تفتش على الأرخص، ممكن اليوم هيدا بيت القصيد مش هيك؟ نحن لقل لك شغل، نحن الموضوع المراكز والهيدا فينا يعني تتنظم العملية مع بعضها، يعني بس تمشي بس مثلا قانون وبلشنا نطبقه هالأمور رح تتنظم مع بعضها. يعني نحن أصلاً نقيب قالت نحن في أطباء القصدي بالمناطق عم يتعاونوا، نحن بلغناهم تعاون كامل بالموضوع. نعم حتى أستاذ أنتوان بدي أقول لك شغلة كمان، أنا مبارح بالزيت سلمنا معالي الوزير لائحة بالمراكز يلي تم يعني إحصاءها بالنقابة، ووعدنا معالي أنه يبلش إجراءاته على الأرض وأنه يبلشوا ينزلوا على الأرض. بس يلي طلبته من الدولة أنا حماية للأشخاص، لأنه فعلا أول ما ننزل على الأرض عم بيصير فيه تعديات، يعني تمام نوصل على البشع. طب هيدا بيت القصيد تفضل. ننزل على الأرض، ننزل على الأرض ما رح تصير لوحدكم، بتصور معالي الوزير رح ياخذ إجراءات مع مواكبة أمنية. صح مواكبة أمنية مثل ما بنعمل بغير محلات. صح. يعني مخالفات موجودة دائما، يعني ما فيني أقول لك إنه بلد ما فيه مخالفات بالمرة، هيدا بنكون نحن بجمهورية أفلاطون بنتمنى نكون فيها. بس نحن أي قطاع بنحاول ننظمه عطول في ناس ناطرة على الكوع بدها تقوس علينا، بدها تعرقل تطبيق القانون وين ما كان في منه. وهلأ بالمجال اللي حكيت عنه هو التجارة الإلكترونية، للأسف نحن يعني عبر مواقع التواصل عم تنبيع. يعني شو قانون تنظيم التجارة الإلكترونية بلبنان بعده غائب، ما في له إطار ضوابط. صحيح مواقع ما له ضوابط. بعدين نحن هالمواد اللي عم نشتريها عم تيجي من اي دوله من العالم، يعني لحد لك من الصين ما بعرف لوين عم توصل مواد لعنا، هيدي مين بده يراقبها غير الاطار التشريعي والتنظيمي لها؟ يعني بتفوت شغلات بتصور الحدود المطار والمرافق في اجراءات عم تتاخذ، بس اكيد في تجار الشنطه وفي الحدود المفتوحه وفي هلا كل شيء عم بيمر بالمرفق وبالمطار عم بيوصل الى وزاره الصحه. عندنا مراقبين تحت نحن. نعم اكيد عندنا مراقبين، عندنا صاد مفتشين موجودين تحت. نعم. موجودين بشكل دائم، والاكيد البلد كان فلت بالمره لو ما في حدا عم بيشوف. هلا اكيد بضل في محلات فيها مخالفات فيها مثل اي قطاع يعني. ايه بس هيدا مش مسموح كثير هالقد لانه عم بيصير في التهابات بالعيون وعم بيوصل الى العمى نتيجه، يعني هون في توعيه لازم تكون للمواطنين من وين بدهم يشتروا كيف بدهم يشتروا. مش كل رخيص انه هو بيكون الافضل لهم ماديا، رح يتكلفوا ويدفعوا يمكن عشرات المرات بل الاف المرات اكثر. يعني انا خليني اقول لك نحن حتى بالسوبر ماركت في محلات كان فيها ببيعوا نظارات للشمس وما بعرف شو، هيدي كلها
يعني نحن بدنا نتشارك مثل ما قالت النقيبة، نحن اللجنة اللي بدها تتشكل عطال فيها وزارة الإعلام وبدنا وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، لأنه في شغلات لها علاقة بالتجارة العامة، يعني كل هالأمور بتدخل بإطار تطبيق القانون. ونحن يعني أكيد يمكن بتقلك النقيبة لبنان من الدول القليلة تم فيها تنظيم هالمهنة كدول عربية صحيح تطبيقي، حتى لأمور فحص البصر، يعني هيدي كان حلم يمكن للنقابة إنه نقدر نوصل لهالمرحلة هيدي تطبيق القانون بتنفيذ، إنه يكون في اوبتومتريست واوبتيشن، يعني هيدي الشغلة أكيد أخذت وقت، ما رح نحكي بالماضي. بس اليوم بدي اسمح لحالي على الهواء أتشكرك هلا بدون تشكرات، لأنه عمل كتير جهد بوضع كتير صعب لقدرنا نوصل لهيدا الشيء. بس يعطيه ألف عافية، بس نحن قصة يعني كل واحد يعمل عم يعمل شغله يعني بالنتيجة بس هيك صعب، هيدا واجباته. في من قبل يعني حكينا عن 80 شركة اليوم مرخصة مستوفية الشروط، وحكينا عن يمكن أكثر من 200-300 شركة غير مستوفية الشروط. اليوم في إحصاءات لنعرف شو هالشركات الغير مستوفية الشروط اليوم وين موجودة بأي أماكن، يعني اليوم هيدا لازم ينعرف لحتى نشهر فيها على الأقل، ونحكي مع البلديات ونحكي مع المحافظين لحتى أنه نمنعهم. شو احنا كوزارة الصحة اكيد من صحة الصيدلة عندها كل الشركات اللي عم بيفوت على البلد يلي مفيت مرق على الوزارة، اما المشماري على الوزارة عارفين كمش بالسوق، هيدا باطار المخالفة. نعم. هيدا ما بنعتبر شركة منظمة، بس نحن كل اشخاص عم بيفوتوا العدسات عم بيفوتوا المحاليل تبعونا اللي عم تسجل عنا، عندنا دايركتوري لها اكيد معروف، اما الاشخاص اللي ما عم بيفوتوا على الوزارة وخلص هون مخالفين ما بدنا نعتبرهم شركات عم تشتغل باطار التنظيم. نعم. او بدنا نعتبر شركات مخالفة بدها تتعامل معنا النقابة او مين صح. اي شخص قدر حصل على هالبرودكت من هيدي الشركة تقدر يوصل عنا اي وسيلة اثبات وصل مالي او اي شغلة معينة، فنحن نبعثها على الجهة القضائية او الامنية المختصة لتتابع وتشيك هالموضوع. نعم. يعني الموضوع سهل بالمتابعة له، لازم حملة، لازم يكون في حملة هلا يعني واسعة وكبيرة تحكي عن هالموضوع، لانه الخطر عم بيكون كبير، مش هيك؟ صحيح. نعم. احنا النقابة اتفقنا معهم حكينا معهم انه الموضوع يطلع على الاعلام اكثر من هيك، يعني اكيد هلا نحن بنعمل مقابله بتروح المقابله بعدين مين بده يسمع مين ما بيسمع، نحن بدنا نعمل اطار الماركتينج لها الاجابه، يعني نفوت بحلقات اعلاميه بعد التلفزيونات مع الاذاعات بشكل مش بس نقول شو فكرنا وشو فتحنا وشو رح نعمل توعيه، بدها توعيه القصه. نعم انه مزبوط، احنا بدنا نفوت بإطار التوعيه نقول للناس انت حقك بما انه انت عم تدفع مصاري مقديم هالخدمه تكون عند شخص اخصائي، ايش لا انت بتروح عند الطبيب الاختصاصي لتاخذ الخدمه، وليش بتروح عند الصيدليه لتاخذ الدواء كمان، يعني بنفس الخطورة رح نحكي بنفس الخطورة لعوين النظارات لازم تكون ذات جودة ومواصفات عالية وكمان العدسات اللاصقة. نعم. أنا ماني فاحص بصر بس النقيبة لا بس عم نحكي والنقيبة موجودة ورح ينضم لنا هلأ دكتور نعم وليد حرب. على كل حال أنا بدي أشكرك رئيس قسم المهن الطبية بوزارة الصحة العامة أطوان رومانوس، أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي طب بعد شوي لان هيدا بس فجاه حلوه دكتور وليد حرب. نعم. قديش عدد الشركات المرخصه ومستوفيه الشروط عندك اياهم؟ لازم تكونوا عندكم بالنقابه. اكيد عنيهم بالنقابه. نعم. اكيد ما عندي اياهم هون. لو بس النقابه بتعرف من الاشخاص طبعا، بتعرف وين المحلات طبعاً. المخالفه طبعا، وهيدا يعني لازم ينعرف لحتى صحيح. ندل عليهم. نعم. هلا يعني من بعد التنظيم الحكي عنه اليوم أنطوان رومانوس استاذ أنطوان رومانوس من قبل وزارة الصحة اليوم بلش التطبيق بالواقع على الأرض؟ ما هيدي بلش بس نزلنا بس حطينا إجرنا على الأرض عملوا لنا مثل ما بيقولوا باللبنان الددة، فنحن هيدي عم نعلي الصوت إنه ما في ددة، ما في شيء بخوفنا، وبلا مزايدات عم بطلب انه ما نحط ايدنا كلنا بايد بعض لحتى ما نعطي فرصة للناس المزورين والمهربين يستفيدوا من اي ثغرة ليحموا نفسهم. وبس كنت بدي اقول شغلة ست نوال، انا ليت شكرت استاذ انطوان لانه ما بحب انا نطلع بحلقة نكون كل الوقت عم نحكي نيجاتيف، في اشياء بوزيتيف صارت وفي انجازات انعملت بهالسنتين لازم نحكي عنها ليحس حاله المواطن انه منه متروك. نعم. رغم انه الدولة منها
نهارها، بس نحن عم نركض ليل نهار ومش متروك. البروفيسور وليد حرب، طبيب العيون والاختصاصي بأمراض وجراحة العين، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير لإليك ولكل المستمعين والمشاهدين كمان. والمشاهدين كمان بروفيسور، صباح والمشاهدين وصباح الخير للنائبة، والحمد لله على سلامتها، ونحن منشجعها اللي عم تعمله، وبالفعل هذا إنجاز كبير رح يكون باللي عم تعمله النائبة. نعم، اليوم لما منقول إنه لا ما لازم تروحوا على محلات غير مرخصة، ما لازم تشتروا يعني اليوم نظارات غير مستوفية الشروط ومزورة، ما توضعوا عدسات لاصقة إلا ذات جودي، شو منكون عم نقلهم؟ يعني بدهم يعرفوا شو التداعيات، ليش نحن عم نقلهم هيك؟ لازم يعرف الشخص اللي عم بده يحط عدسة لاصقة على عينه إنه هيدا جسم غريب عم نحطه على العين. هالجسم هيدا مفروض يكون عنده مواصفات طبية كتير مميزة تقدر العين تتقبله وما يعمل مشاكل بالعين، لأنه لما نحط عدسة لاصقة وما منكون محترمين المواصفات تبع العدسة وطريقة استعمالها وطريقة والأدوية يلي بتطهرها، بنسبب بنوع من الالتهابات بالقرنية وتقرحات بالقرنية، ممكن أنه توصل لفقدان الشفافية تبع القرنية ويعني إلى فقدان البصر. موضوع منه بهالسهولة هيدا أنه بشيل عدسة وبحط عدسة وحيلا عدسة فيه حطها، لا، العدسة ممكن تؤدي إلى فقدان البصر إذا ما كانت عدسة من نوعية منيحة، إذا ما كانت عدسة استعملت بطريقة صحيحة وانحطت على قياس العين واستعملنا للأدوية المطهرة اللازمة. موضوع كتير خطر على العين إذا ما كان محترمين كل هالشروط هيدي. طب هناك عدة أنواع من العدسات اللاصقة من الناحية الطبية اليومية، يعني فهل يعني الأفضل إنه العدسة اللي ترمى كل ما حطوها على العين بشكل عام، ولا لا ما في هيك؟ في عدة أنواع من العدسات مثل ما حضرتك عم بتقولي، في عدسة بتضاين شهر، في عدسة بتضاين نهار أو أسبوعين أو سنة. أوكي، مش هم شو نوع العدسة أي هي أحسن، لأنه كل وحدة لها شروط استعمالها حسب المريض. إذا مريض مثلا عنده نوع من الجفاف الدمع كتير قوي، عنده نوع من الحساسية كتير قوية بالعين، بالماضي كنا نقول له ما بتقدر تحط عدسة، اليوم لا، منقول له حتى لو عندك حساسية قوية فيك تحط العدسة يلي بتغيرها كل يوم أو كل أسبوعين أو كل شهر. وإذا حدا ما عنده مشاكل بالعين، لا جفاف ولا عنده حساسية ولا أي مشكل، في حط العدسة يلي بغيرها مرة بالسنة. فحسب المريض تتقرر أي نوعية عدسة بده يحط. نعم، اليوم إذا شعر المريض، مش المريض يعني بلبس عدسة هو مش مريض عادي، المهم من الانزعاج شو لازم يعمل؟ يعني اليوم لازم دغري يشيلها للعدسة، لأنه هيدا سؤال مهم، إنه أوقات منخليها لأنه منكون بمناسبة منخليها وقت أكتر، هل خطر إن نخليها أم لازم نتخلص منها فورا؟ إذا الشخص بيعرف حاله إذا عنده جفاف بالدمعة أو عنده حساسية، مفترض يكون عم بياخد أدوية ليعالج هالموضوع هو ولابس العدسات تبعه. بس إذا هو ولابس العدسة واستعمل كل هالوسائل وضل في عنده انزعاج أو وجع، مفترض أنه دغري يشيل العدسة حتى لو كان خارج البيت. ونحن دايما منقوله للشخص يلي بيلبس عدسات أنه العلبة يلي بيحفظ فيها العدسة مفترض دايما تكون مرافقته بس يطلع من البيت. نعم، بأي حالات ممكن يتعرض لابس العدسات اللاصقة لفقدان البصر وللالتهابات الكبيرة؟ إذا العدسة سببت بتقرحات بالقرنية، التقرحات هيدي التهبت وهالالتهاب ما تم معالجته بالوقت المناسب والطريقة المناسبة، هالالتهاب هيدا بيؤدي إلى فقدان الشفافية بالقرنية، وفقدان الشفافية بالقرنية بيؤدي إلى فقدان البصر. نعم، اليوم شو طرق الوقاية من أضرار العدسات اللاصقة؟ أنها تبقى على طول مرطبة موجودة بالمحلول؟ أهم شيء اليوم الشخص اللي بده يلبس عدسة بده يقدر أهمية هالشيء اللي عم بيحطه بعينه، ويعرف إنه بده يكون عنده عين تتقبل العدسة، بده يحطها بشروط مزبوطة، بده يحفظها بدواء بتطهرها مزبوط، وإذا عينه فيها جفاف بده يرطبها دايما، إذا عينه فيها حساسية بده يعالج الحساسية، وأي شيء بيؤدي إلى وجع داخل العين
بده يوقف يحط العدسه ويتاكد انه ما في تقرحات وما في التهابات. صحيح ما لازم نقترب من النار اثناء ارتداد العدسات اللاصقه؟ لا، ما في شيء بيمنع انه نحن نكون لابسين عدسات ونمارس عملنا عادي، اذا كانت الست بتطبخ او بتشتغل بمطرح في فرن او اي شيء، ما في شيء بيمنع اذا كان عينها ما فيها جفاف، واذا كان فيها جفاف دمعه بدها ترطبها وفيها تكفي شغلها عادي. نعم. اليوم بالنسبة إنه ما لازم نتبادل العدسات اللاصقة بين بعضنا البعض. أكيد. نعم. أكيد العدسة ما فينا حتى مش بين مريض ومريض، بين عين وعين، يعني نحن نقول للمريض عدسة العين اليمين لعين اليمين وعدسة عين الشمال لعين الشمال، لأنه إذا العدسة حملت أي جرثومة تنقلها للعين الثاني. نعم. مش انه ممنوع النقل من مريض من شخص لشخص، ممنوع النقل من عين لعين، من عين اليمين لعين الشمال. نعم. اللي بيستخدم العدسات اللاصقه لازم يفحص عيونه باستمرار، صح؟ طبعا. وما لازم يفركهم، يعني اوقات بنلاقي اشخاص لابسين عدسات لاصقه بيفركوا عيونهم، هذا شيء كمان بيأثر؟ ايه اذا اكيد بيأثر، لانه اذا لابسين عدسه وفركناها هالعدسه بتحس على القرنيه وبتؤدي الى تقرحات بالقرنيه. نعم. نعم. اليوم لازم إزالة العدسات اللاصقة عند السباحة أو الحمام؟ لا لا، مش بالضرورة. مش بالضرورة. أبداً. اليوم العدسات اللي بنحطهم فيه الشخص يسبح فيهم، في يستعملهم بالحمام، هو عم بياخد الدوش تبعه، ما في أي مشكلة، بس احنا بنمنع المريض انه يلبس العدسات وينام فيهم فترات طويلة، يعني مفترض انه كل ما نجي تنام من عشية نشلع العدسات، ممنوع ننام بالعدسات. نعم. اليوم بالنسبة للنظارات إذا كانت غير مستوفية الشروط وعم نضع يمكن نظارات الشمس اللي بنشتريها بنكون ماشيين على الطرقات تبقى موجودة، يعني عم تنباع برا على المحلات، شو بتأذي إذا ما كانت فعلا طبية؟ الأذية من هيك نوع نظارات شمسية كتير عالية، وتؤدي إلى أنه نسبة الأشعة فوق البنفسجية الألترافيوليت تفوت بكمية كبيرة على الشبكية وتحرق الشبكية تبع العين، وتؤدي إلى فقدان البصر، فقدان ما بيعود فينا نلاقي له حل. مشان هيك نحن بنقول أنه لما نشتري نظارات شمسية نشتريها من محل اوبتيك معترف فيه، من محل بيعرف انه هالنظارة الشمسية هيدي مستوفية كل الشروط الطبية انها تحمي العين من الاشعة الفوق البنفسجية. طيب بروفيسور وليد حرب، اليوم في حالات عم تجي لعندك يعني وهي عم بتكون بسبب العدسات اللاصقة او النظارات غير الطبية للشمس، او حتى يمكن الأضرار العدسات كمان المزورة، يعني في حالات عم تجي كتير في عندها أضرار؟ وللأسف عم نشوف أكتر وأكتر حالات التهابات للقرنية من وراء العدسات اللاصقة، وهيدا هالشي أكيد نتيجة أنه في نوعيات عدسات لاصقة بالسوق ما بنعرف شو هي، ما بنعرف منين جاي، ما بنعرف كيف أجت، الإصابات عم بتزيد أكيد. نعم. من هون صرخة النقيبة على هيدا الموضوع يلي نحنا منشد على إيدها أن تكفي بصرختها وتلاقي حل لهيدا الموضوع. شو بدك تقول آخر كلمة اليوم للمواطنين بما أنه حلقتنا توعوية وخصوصا عن العدسات اللاصقة والنظارات اليوم؟ أنا بس بدي أكد أنه العدسة اللاصقة هي شغلة كتير مهمة اللي بنكون عم نحطها بالعين، مفروض ما نحطها إلا بكامل الشروط الطبية يلي بتسمح أنه نحطها بالعين، وإلا أنه بتأدي إلى مشاكل كتير كبيرة لحديت أنه نفقد البصر من وراء عدسة لاصقة. شكرا لك البروفيسور وليد حرب، طبيب العيون واختصاصي أمراض وجراحة العين. بس بدي أقول له، بدي أقول سر على الهواء، بدي أتشكر بروفيسور وليد حرب، وبدي أقول أنه دكتور حرب كان أستاذي بالجامعة وأنا فخورة كنت تلميذته، وسررت كتير اليوم، ما كنت عارفة دكتور رح تكون معنا، سررت انه سمعت صوتك ونهارك سعيد. شكرا لك بروفيسور وليد حرب. اليوم يعني كمان قصة اللي بيفحصوا النظر وبيكونوا هن مش مؤهلين يفحصوا النظر، شو الارتدادات السلبية اللي بيتركوها على المريض؟ شو يعني فوتتهم بالأصل غلط ارتدادات سلبية، بس لازم يعرف المواطن انه يعني بنروح عند فحص نظر، يعني
بياخذ قليل. هلا في تعريفي عندكم بالنقابه لازم يعرف المواطن في ولا ما في تعريفه موحده؟ بعد ما في تعريفه موحده يعني انما خليني اجاوب على الشقين مثل تعرفة السيرفيس يعني ما في تعرف معين وزير الاجرام دخل على حسب سعر تنكه البنزين. تفضلي. اول شق من السؤال ست نوال هو شو الضرر؟ اولا ضرر اخلاقي. قبل ما احكي عن ضرر على المريض، انتحال الصفه هو ضرر اخلاقي بحد ذاته. انا اليوم كيف فيني انتحل صفه لا املكها؟ مين ما كان يكون الشخص، هل يحق له انتحال الصفة؟ لا. اليوم أنا بطلع بكل عين وقحة بقول أنا طبيبة جراحة بعمل عمليات قلب المفتوح؟ أكيد لا. أول شيء ضرر أخلاقي للمجتمع بالإتيك وبالقيم. تاني شيء ضرر على المريض أكيد، لأنه نحن اختصاصنا 5 سنين ست نوال، وبأمريكا وبكندا 8 سنين ليتخرج يصير عنده شهادة أوبتومتريست. هل يا ترى 5 سنين هن لعبة كان عم يلعب فيهم هيدا الشخص أو كان عم يتعلم؟ معقولة كل هاللي تعلمهم ما قالهم أي أهمية؟ اليوم بيقصفني في أصوات طلبتني بكتير من التسويات. أنا كنت على موقف ما بدي أوقف ضد حدا ولا مع حدا، وقلت إنه دايما لازم يصير في تدريب والمستوى تبع الشخص يلي بده يكون، حتى نحن اللي مخرجين بدنا نضلنا عم نعمل تدريب مستمر. ايه بس حكينا عن التعريف، هيدا بهم كتير للمواطن. التعريفة اليوم نحن ما حطينا تعريفة موحدة، بس لازم مع انه انا عملت اجتماع مع رئيس جمعية اطباء العين دكتور حسن شاهين وحكيت شوي معه عن هيدا الموضوع، لان نحن بدنا نكون على وفاق تام مع اطباء صح. العين بهيدا الموضوع، لانه بالاتحاد قوي. بالاتحاد شو صار؟ هي أول مرة ببلش يصير فيها التنسيق التام بين أطباء العين وبين نقابة المهن البصرية. بدي وجه تحية لدكتور شاهين اليوم، وبدي أقول أنه من بعد ما قعدت أنا وياه وحكينا شوي، نحن لازم الأوبتومتريست اليوم في عنده مصاريف كهرباء ومكانات ودافع حقهم وعلمات ودافع حقهم، اليوم من المعيب أنه يقدم خدمته مجانا، ولازم ياخد تعرفة على خدمته على تقديم السيرفيس ميديكال، اوكي، الخدمه الطبيه لهالمريض، وكونه هو اختصاصي مرخص من وزاره الصحه. بس بعد ما اتفقتوا على التعريف؟ لا، بعد ما في تعريف موحده، بس انما تقريبيا يعني اذا بدك دبوش اوراي تقريبا الكل عم بياخد تعريفات حسب المصروف يلي عنده، وفعلا عندهم مستوى عالي الزملاء من الادميه والمهنيه ومنهم تجار. نعم. اوكي، يعني بياخذوا شيء مقبول ما بيأذي المواطن. قولي ما فينا نعمم بكل شيء، ما فينا بس نعمم. مبدئيا ما عنا ابدا نحن ناس عم بتشطح بهيدا الموضوع، نشكر نعم. الله. اطلقته من بيروت تحت شعار باتحاد قوي الاتحاد العربي للمهن البصريه اللي بيضم 7 دول عربيه من مؤسسي الاتحاد، لبنان منهم لبنان، العراق، الاردن، فلسطين، تونس، مصر والسودان. شو الفايده العمليه؟ خبرينا. جميل، عامله ريسيرش على الحلقه، انا سررت يعني ست نوال بشهد لك دائما بحلقاتك. صحيح، تم تأسيس الاتحاد العربي للمهن البصرية، والشرف لنا أنه أطلق من بيروت عاصمة الشرائع، وشرفونا ممثلي الدول العربية، وكان لنا الحظ والشرف أنه ينتخبوني رئيس الاتحاد، وهذا مبروك للبنان. مبروك للبنان، مبروك لنا كلنا. فاليوم شو أهمية هالاتحاد؟ بالاتحاد قوة مثل ما قلنا، ونحن بدنا نجرب نلاقي نقاط القوة مشتركة مكان. مثل ما نفسي بنفس المبدأ عملنا اتحاد النقابات المهن الصحية والطبية، لأن احنا أنا دايما بفكري والزملاء معي وكل اللي هيدا إنه بالاتحاد قوة. اليوم نحن رايحين على الأردن ب22 و23 في عنا أول مؤتمر برعاية الاتحاد. كان في مؤتمر قبله بفلسطين عملنا دغري بعد تأسيس الاتحاد، وهيدا أول مؤتمر رح نشارك فيه نحن على الأرض، لأنه للأسف ما كان فينا نروح نشارك بمؤتمر فلسطين، بس رح نشارك. بس خبرينا عن النقاط المشتركة اليوم للمستويات العلمية توحيدة من الدول العربية، شو بيساعد؟ بيساعد أنه إذا طالب حابب يروح يكفي علمه من دولة لدولة بيلاقي المستويات متقاربة. نعم. وإذا خريج تخرج من بلد معين وبده يروح يشتغل مثلا من لبنان على السعودية، من لبنان على الكويت، طب بيدعمونا نحن إذا قصرنا شوي يعني؟ والله ما عم بيقصروا. لهلأ في محبة كبيرة ودعم على كل الأصعدة، شكرا للجميع، ونحن ندعمهم كمان.
نحن بدنا نشكرك كمان، يعطيك ألف عافية والحمد لله على السلامة بعد الاعتداء اللي تعرضتي له. بس نحن ما رح نخاف لأنه بدأ إذن الله نحب الناس وصحة الناس، هيدا أهم شيء. شكرا لك نقيبة المهن البصرية ورئيس الاتحاد العربي للمهن البصرية نسرين الأشقر، أهلا وسهلا فيك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، إلى اللقاء بحلقة جديدة نهار التنين، ودايما عبر صوتكم صوت لبنان.